مساء الخير يا شباب، مساء الخير على ان كل الناس اللي بتحب الفن وبتحب الرسم تحديدا. معاكم عماد نخلة. المرة اللي فاتت خدنا معاكم ازاي نرسم ملمس القماش الستان الناعم اللي بيلمع بالقلم الرصاص، وكنا عايزين نفرق بينه وبين ملمس القماشات التانية او الاقمشة التانية. النهاردة هناخد معاكم ملمس قماش الصوف او القماش اللي مش ستان، اللي مش بيلمع، والفرق بينه وبين القماش الستان اللي بيلمع. عرفنا الفيديو اللي فات ازاي ناخد وازاي نلمع القماش ونخليه ناعم ويلمع والفاتح والرغامي بتاعه. النهارده هنعرف ناخد ازاي القماش يكون صوف او مطفي او غامق برضو، بس في فرق بينه وبين الملمس القماش الناعم. كل ده هنعرفه بالقلم الرصاص خلال تقريبا 10 دقايق، وسهل جدا بينه وبين الفرق نفرق بينه وبين الملمس اللي بيلمع. افكرك بس بالمبدأ بتاعي، انك لو بتحب الرسم هتعرف ترسم، انت بس مارس كتير وركز. تاني حاجة، ان الفيديو لو عجبك يا ريت تشجعني وتعمل اشتراك للقناة وتدوس لايك علشان الفيديو يقدر ينتشر للناس كلها، وتشجعني ان انا اقدر اديكم اكتر. يلا بينا نعرف التجربة العملية بتاعتنا النهاردة. ورجعنا لكم تاني يا جماعة علشان نقول لكم النهاردة ازاي نرسم القماش الخشن او القماش اللي مش ناعم. واخترت لكم الجزء ده من اللوحة علشان بكل بساطة جنبه الجزء اللي خدناه الفيديو اللي فات بتاع البابيون اللي هو كان ناعم، وجنبه الناحية التانية بقى البدلة اللي هي تكاد تكون صوف او تكاد تكون قماشة مش ناعمة، وحبيت ان يكون في تلامس بينهم علشان نعرف الفرق بينهم. بكل بساطة يا جماعة، اللي احنا عملناه في البابيون مش هعمله في القماشة بتاعت البدلة. بكل بساطة احنا هنا ممكن هنشتغل بقلم بي عادي خشن اهو، مش هستدعي ان يكون مسنون، مش مهم خالص، بس لازم اراعي ان انا وانا بلامس الاتنين مع بعض ان يكون في شوية تضاد برضو بينهم علشان نقدر نفرق بينهم، لان احنا عندنا ديدان بيتي غامق او اسود والبدلة برضو سودة، علشان ما نقدرش نعمل خلط بينهم، علشان نقدر نبين بينهم ان ده ناعم قوي وده خشن، او ده مش خشن او ده مش ناعم لدرجة ان زي البيبيون مثلا او زي الستان بتاع البيبيون. لو تفتكروا هنا قلت لكم بلاش نشتغل كروسنج او ما نشتغلش هيتشنج في الخشن، اشتغل هيتشنج براحتك اهو. انا عايز اعمل خشن، انا عايز ابين الملمس خشن، فاهمين يا جماعة؟ انا قاصد يعني انا ما عنديش مشكلة يطلع، بس طبعا على ضيق جدا علشان ما يبانش ان انا بعمل الشغل هباء. طبعا انا بحدد، مش لازم احدد باين قوي ان انا بحدد بين دي ودي، طبعا اراعي في الياقة ان هي ملوية كده جاية من جوه لبره ومتنية كده، فاراعي ان هي جاية من الغامق للفاتح، فلازم اغمق الجزء اللي جاي متلامس مع القميص واروح له على فاتح شوية، لان غصب عني هو رايح للضوء. شايفين انا وانا شغال واخد منهج الكروسنج او الهيتشنج شوية، الهيتشنج ده هو شايفينه اهو. واخدين بالكم يا جماعة؟ شايفين ببدأ بقى اسيح، ممكن ما اسيحش، بس انا هنا عايز انجز شوية، افرد شوية اللون، بفرد قصدي شوية التون بتاعي، بفرده مش بسيحه للدرجة. شايفين الفرق اهو؟ شايفين الدغامق شوية ازاي اهو؟ شايفين الفرق بين القماشة دي والقماشة دي؟ اعتقد وضح، في حين ان الدرجتين غامقة، الدرجة بتاعت الستان بتاعت البيبيون غامقة، والقماش الصوف بتاع البدلة غامق برضو. انا في الحقيقة دي بيتي غامق والبدلة سود اهو، شايفين؟ اعتقد كده الفرق واضح بشكل كبير في الفرق بين القماشة دي والقماشة دي. على فكرة يا جماعة الموضوع ده مهم جدا، الموضوع ده مهم جدا جدا جدا، وهيبين ازاي انا قد ايه فاهم. لو تفتكروا هنا انا استخدمت بعد ما حطيت التونات استخدمت الاتشات عشان يديني نعومية، هنا ما استخدمتش اتشات او مش عايز استخدم اتشات. طبعا ده مكان الورد فاحنا هنسيبه او ده مش موضوعنا اهو، شايفين؟
انا الخشن بالنسبة لي ممكن اشتغله بأي طريقة اهو. هضيق المسام جدا على قد ما اقدر، لان احنا لو ركزنا هنلاقي ان الصوف او الخشن عبارة عن نسيج مش قريب من بعض قوي، يعني لو حطيناه تحت الميكروسكوب شوية يا جماعة ممكن نلاقي النسيج بتاعه بسهولة، لكن الناعم النسيج ضيق جدا جدا بتاعه لذلك طالع ناعم. فأنا هنا في الخشن بدي التون بتاعي بالبيهات اللي هي الخشنة، أراعي طبعا إن هنا في ظل البيبيو عندي على الياقة بتاعة البدل، لازم أراعي طبعا أهو. طبعا هنا أفهم إن في تون غامق جاي من البومبي بتاع تقويسة الياقة اللي طالعة من تحت القميص على بره على الضوء. طبعا ما نضغطش على القلم قوي عشان ما يجرحش الورقة، عشان دي حركة بتبقى مش لطيفة خالص، مش مستحبة. فأنا بشتغل بكل بساطة بما إني ماسك تون غامق، خلاص فأنا بشتغل تون غامق جدا وبروح وباجي. شايفين؟ شايفين الفرق بين القماشة دي والقماشة دي؟ اهو عشان نبين اكتر ندي كونتراست اعلى للمعان بتاع لون الستان او قماشة الستان. شايفين اهو، شايفين ده بتلمع ازاي ودي خشنة ازاي ما بتلمعش، برغم ان الاتنين مستوى واحد للضوء، يعني هما الاتنين دول تقريبا واصلين للضوء مع بعض، لكن ده عشان بتلمع القماشة كلها بتلمع، والقماشة دي معتمة اللي هي صوف. واخدين بالكم يا جماعة ازاي اهو؟ انا هنا مش متضايق ان انا اشتغل هيتشنج يا جماعة، يعني او الكروسنج. شايفين؟ واقفل. واخدين بالكم يا جماعة ازاي السطح بدأ يبان؟ اعتقد الفرق واضح جدا بين القماشة دي والقماشة المعتمة اللي هي الصوف. الحاجات الصغيرة دي مهمة جدا يا جماعة، مهمة جدا جدا جدا. انا برسم سطح حديد ولا برسم سطح قماش خشن صوف مثلا بقى، شعر خشن شعر ناعم، والحاجات دي برضو بتستخدم في الشعر، نفس الكلام في الشعر، بعرف الشعر خشن من الشعر الناعم، واعرف برغم ان القلم لونه كله واحد او التون كله واحد بعرف ازاي العب بالتونات دي بحيث ان اطلع السطح رخام حديد خشب صوف حرير قطن معدن وهكذا. الحاجات دي دلت في ان انت راجل فاهم وعارف انت بترسم ايه وعارف انت بتعمل ايه بالظبط. شايفين يا جماعة؟ شايفين فرق بين القماشة دي والقماشة دي؟ أعتقد واضحة وضوح كويس إنك قدرت تفهم أو تفرق بين القماشتين. إن شاء الله المرات الجاية ناخد بعض الحاجات اللي تسهل لنا أكتر نعرف نرسم إزاي. يا ريت يا جماعة نمارس كتير، وحتى توروني شغلكم على التعليقات على الفيديو عشان نقدر نساعد بعض ونفيد بعض بمعلومات أكتر. شكرا.